إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر لايك ومشاركة مع الأصدقاء والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله غندير لكم الفيديو على لي كاميرا سيرفيونس. لي كاميرا سيرفيونس اللي كيعرف غير السمية، يعني ما تيعرفش لي ريفيرونس اللي ما بين البريميير والدوزيام، وباش غنعرف الكاميرا واش البريميير ولا الدوزيام. بقاو معايا. كما قلت لكم لي كاميرا سيرفيونس فيهم لي ريفيرونس بزاف، والطريقه باش نبدا نعرف الفرق ما بين البريميير والدوزيام. كما كتشوفوا عندنا لي كاميرا سيرفيونس كاين لي مارك بزاف، لي ما خصنيش نقول السميات، مي ان شاء الله في لي كومونتير ديالكم غادي نوريكم السميات اللي هما مزيانين، وديك الساعات نتوما اللي قديتو عليه راه غتشريو. يعني بلي ريفيرونس راه كاينين اللي رخيصه واللي غاليه على حسب اش من سيري. كاين ريفيرونس كاين بحال هذا الشكل، هذا كما كتشوفوا كاين بحال هذا الشكل اللي فيهم كيكونوا ايطونج، كيكونوا في الانتيريور اكستيريور. هذه كدار في الانتيريور في الداخل ديال المكازا في الدار، المهم في البلاصه اللي كتبغي السيكوريتي راه كدير الكاميرا سيرفيونس بحال هذا الشكل. هذه اللي فيها بزاف ديال لافونتاج اللي فيها هو راه في ليماج كاين اللي ناصحه في ليماج، وكاين اللي باهته شويه، وفيها بزاف ديال ريفيرونس. وكاينه هذه اكستيريور، هذه كدير في الاكستيريور، الاكستيريور فين كدير هذه. وبالنسبه اللي فيها الانفراروج فيها الليد، ما شو هذه ايطونش هي هذه. وكاين هذا الموديل، هذا كاين اللي كيديروا في الداخل ديال المحل وكاين اللي كيديروا على برا. انا غادي نوريكم لي كاميرا وديك الساعه ان شاء الله نبداو في التفاصيل ديال كل حاجه ولي ريفيرونس باش غتعرفوا ان شاء الله لا كاليتي ديال الكاميرا. وكاين هذا الموديل، هذه دوم سميتها دوم، كاميرا دوم هي هذه. هذه اوريونطابل كما كتشوفوا، هي اوريونطابل فيها لي ليد، فيها في الانفراروج. هيا هذه كدار في الانتيريور، وكاينه هذه كدار في الاكستيريور، حتى هي كدار في الاكستيريور. وبالنسبه للكاميرا كما كنقول لكم راه فيها، راه كنا في الاول بدينا ب 2 ميغا، زدنا شويه 3 ميغا 4 ميغا، دابا راه كاين 5 ميغا. وكما كتشوفوا هذا دي في ار، اللي فيه دي في ار اكس في ار، اللي فيه ديال 4 وفيه ديال 16 وفيه ديال 32 كما كتشوفوها. هاد دي في ار فاش كناخذو، كناخذ معاه واحد ديسك دور، ديسك دور اللي كيدار في الداخل ديال الدي في ار، اللي كتكون فيه لا ميموار طالعه باش ما كان في الميغا طالع راه كيكون مزيان، يعني كيكون رونجيسترمو ديال لي فيديو ما كيتمحاوش دغيا، يعني كيبقاو ديما. يعني كاين ديال 1000 جيجا، كاين 3000، كاين 6000، على حساب كل وحده باش ما كيطلع في الجيجا كيطلع في الثمن. وكما قلت لكم بالنسبه لكاميرا سيرفيونس الطريقه باش كنعرف انا البريميير والديزيان هي في ليماج. فاش كنبوزي لي كاميرا سيرفيونس كنزومي، فاش كنزومي باش ما كنزومي كتبان ليا الضبابه، كتبان ليا الصوره مضبه. هذه كتسمى كاميرا دوزيام ماشي بريمير، راه كتلقى ميم ريفيرونس نفس السميه وتلقى لو بري مختلف، تلقى تقريبا واحد 10 حتى 20% ديال لا ديفيرون اللي كتلقى في لو بري. الطريقه اللي باش غتعرفوها هي اللي قلت لكم، هي ديال ليماج. فاش كتزومي على شي حاجه هازها في يديك باش ما كتزومي كتلقى الضبابه في الصوره، راه عرفتي واش دوزيام. هذيك غير لا كاميرا ما والو، يعني وقت اللي غتحتاجها، امتى كتحتاج الكاميرا؟ كتحتاجها وقت اللي كتبغي تزومي، يعني كاينه شي حاجه حدا الباب ما عرفتش شنو هي، بغيت نزومي نعرف شنو هي، كنزومي باش ما كنزومي كتولي الصوره واضحه. مي في دوزيام لا، دوزيام وقت اللي كتزومي كتلقى الصوره مضبه. وبالنسبه كما قلت لكم راه بالنسبه للكاميرا فيهم شركات بزاف اللي هما معروفين وعندهم كاليتي في السلعه ديالهم، كاليتي. مي كاينين شركات اخرين اللي كيدخلوا السلعه هي الدوزيام ديالها في نفس السميه، ولكن المشكل كما قلت لكم فوق اللي كنبغيها انا باش نزومي ولا نشوف شي حاجه اللي وقعت لي حدا داري ولا في المكازا، هذاك هو المشكل اللي كيوقع. كما قلت لكم فاش كتزومي كتلقى الضبابة ولو اي حاجه ولا اي واحد باغي يقبض كاميرا سيرفيونس ولا عنده استشاره يخليه ليا في التعليق وانا غنتعاون معاه، والا طلب كاع الامر باش نصيفط ليه التيكنيسيان غنصيفط ليه التيكنيسيان، راه ما عندي مشكل. حيت كاين بعض لي كليون اللي تيدخلوا عندي للمكازا
تنعطي ان دوفي، تنعطي لي بخي، تنعطي لي ريفيرونس ديال لي كاميرا باش درت ليه الدوفي، كيمشي لبلاصة أخرى تيتلقى لا ديفيرون ديال 20% حتى 20%، يعني وهذا الشيء كيبقى فيا الحال. حيت علاش؟ لأن بعدين تكنيسيان ما كينصحوش الكليان بهذه القضية هذه، باللي راه كاين لي كاميرا البروميان والدوزيام، حيت الكليان هو فاش كيجي عندك راه ماشي يعرف والو. مي أنا تنعطيه نصيحة باللي راه البرودوي اللي غاتاخد عندي أنا خديتي عندي البروميان شوا، وبلاصة أخرى يقدر يخدم لك هو دوفي دوزيام شوا، باش نعرفوا الفرق. راه قلت لكم شنو هو الفرق، الفرق باللي المشكل كاين في ليماج، المشكل في ليماج. وباش نتأكد باللي المشكل في ليماج، قبل ما نشري الكاميرا سيرفيونس نطلب من لا سوسيتي ولا دروغري ولا ماكازان اللي غنشري عنده يوريني الصوره كيفاش دايره هاد الكاميرا هادي، ويزومي باش نعرف انا شنو شريت. حيت كاين اللي كيعطي فلوسو في الاخر داكشي اللي بغا ما كيتلقاش. وكما قلت لكم اي استشاره ولا اي شي حاجه في الكاميرا سيرفيونس مرحبا، خليو لي تعليق ولا التليفون ديالي. واي استشاره كما قلت لكم راه غتلقاو التليفون ديالي في القناه، وإلا كان ممكن تعيطوا ليا وانا غنشوف معكم نعطيكم لي ريفيرونس اكزاكت اللي غتاخذوا، وإلا طلب الامر غادي نعطيكم التليفون ديال التكنيسيان ديالنا وغادي يوقف معكم ان شاء الله حتى تشوفوا لي كاميرا سيرفيونس اللي هما مزيانين، وإلا بغيتوا تيبوزي لكم ما عندنا حتى شي مشكل وبالاثمنه اللي هي مناسبه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش من لايك، وديما جديد معكم ان شاء الله.